وقفنا أمام المطبعين الجدد نترحم أو نقول أين هم المطبعون الأولون. كان خطاب المطبعين الأولين يتناول مفاهيم مثل الحقوق وحق العودة والدولتين والقدس عاصمة أبدية للدولة الفلسطينية. أما المطبعون الجدد فيتحدثون عن المساومات للمفاوضات والصفقات للحقوق عن وطن اقتصادي لا دولة مستقلة. ومن هنا ندرك مغزى محاولة إدارة ترامب التمهيد لما يسمى بصفقة القرن بتنظيم ورشة اقتصادية في المنامة خلال هذا الشهر قبل الإفصاح حتى عن مضمون الترتيبات السياسية لها. المسألة واضحة، إنه مزاد علني للمساومة والمقايضة وليس حتى للمفاوضة. على مضامين الصفقة، تاجر العقارات ترامب وحلفائه الأغنياء لا ينظرون للعالم إلا باعتباره سوقاً، ولا لقضايانا العادلة إلا باعتبارها سلعاً قابلة للمساومة والبيع والشراء بعد أن رصدوا لها مبالغ ضخمة تمني الفلسطينيين بفراديس أرضية تغنيهم عن القدس والدولة والعودة.